جبال عاملة هي المنطقة التي وطأت أرضها أقدام الأنبياء والأوصياء والرسل عليهم السلام، فكانوا يتنقلون في هذه الأرض التي كانت محط رحالهم ومعبر رحلاتهم، فكانوا يدعون الناس إلى التدين والعمل بتعاليم الله عز وجل. فكيفما اتجهت وسرت في هذه المنطقة وتجولت ما بين سهولها وجبالها، تجد مرقداً أو مزاراً أو مقاماً لأحد الأنبياء والرسل أو الأولياء الصالحين. فهذه بلدة تبنين الجنوبية ضمت في ربوعها وحضنت في حفنات ترابها، وتباركت أرضها بوجود مقام لنبي من أنبياء الله تعالى يدعى بمقام النبي صديق عليه السلام، حيث يأتي إليه الزوار والمصلون باستمرار للتبرك به. النبي الصديق هو شخصية غامضة كثيرا بقدر ما هي شخصية مهمة جدا. هو من أهم الأنبياء والملوك في العصر القديم. الروايات القديمة دائما تقول أن ملك صادق أو النبي الصديق هو ملك أورشليم. طبعا هم يؤولون أي كلمة، سلم، شلم، سليم، شليم، كلها تعني أورشليم، علما أن حسب التوراة أورشليم أسست في الألف الأول، أسسها النبي داود في الألف الأول قبل الميلاد. نأتي إلى ملك صادق أو النبي الصديق الذي زرتم قبره قرب خرب السلم، بين خرب السلم وتبنين. هو شخصية غامضة ومثيرة جدا. النبي صديق نحن ورثناه عن أهلنا، نقول له النبي صديق، والمنطقة كلها هون بسموها عرض النبي صديق. الأرض يعني كلها هون حواليه أكثر من 1000 دنم أرض، هيدا كلها اسمها منطقة عرض النبي. نحن بنقول له النبي صديق ورثناه عن أهلنا. الثابت عندنا وما نعرفه استقراء عن أهلنا وأجدادنا وكتابات بعض علمائنا كانت ما يسمى هناك قرية النبي صديق. هذا الجبل، هذه التل منسوب للنبي صديق، واحتار العلماء والرواة أي صديق هو، من هو هذا النبي أو هو هذا الولي الموجود في رأس هذه التلة. كما نعلم أن النبي صديق الذي يسمى اسم اللقب الصديق هو يوسف عليه السلام، الله يوسف بن يعقوب. والمعلوم أن يوسف ذهب إلى مصر وتوفي هناك. فهذا الجبل الذي موجود عندنا اسمه جبل النبي صديق، اشتهر عند الناس طبعا تصحيفا أنه هو النبي يوسف عليه السلام، الله. ولقرب بلدة محيبيب التي فيها قبر ما يسمى بنيامين، أنه هو أخ يوسف الذي كان معه، واشتهر عند الناس بذلك. ولكن الواقع، السياق التاريخي ينفي ذلك. بالواقع لم نقف على اسم حقيقي، من هو الصديق الموجود في رأس هذه التلة، ولكن استقراء الأحداث تغنينا أن يعني عندما أعود إلى المحقق الثاني، المحقق الميسي رحمة الله تعالى عليه، وكان من كبار علمائنا، فنقول المحقق، فعندما يتوفى الشيخ المحقق الميسي يطلب، يوصي بأن يحمل إلى ذلك المكان، وهو المحقق، يعني ليس إنسانا عاديا لنقول أنه اشتبه أو طمع أن يدفن هناك لشبهة ما، لو لم يكن عنده علم بقدسية ذلك المكان وبأهمية ذلك المكان لما أوصى أن تحمل جنازته من ميس الجبل على الحدود الفلسطينية إلى ذلك الجبل. ولاحقا عندما توفي السيد علي الصائغ العاملي، توفي في جباع، وكان وهو تلميذ من تلاميذ الشهيد الثاني وأستاذ صاحب المعالم وصاحب المدارك، يعني له وجوده. فعندما كذلك توفاه الله أوصى أن يحمل إلى ذلك المكان،
يعني لم يكن في مكان قريب، ولكن حمل من جبع إلى ذلك المكان ودفن هناك طمعا برحمة الله وأن تناله الشفاعة في ذلك المكان المقدس. في كل تلة وفي كل وادٍ في تلك المنطقة في جبل عامل هناك النبي، النبي الصديق، النبي الصياح، النبي روبين، النبي عادة أنبياء، ولكن الناس تجهل من هو الصديق. حتى الآن زرتم مقامه وقبره ولا توجد كلمة واحدة تعرف به، الناس تجهله تماما، تجهله تماما، كلهم يأتي بحديث ما أنزل الله به من سلطان. يعني هذا رواية عن رواية غير منطقية، وهذا رواية أخرى، لم يتقي اثنان على رواية واحدة ليجهلونها، إنما روايات تؤول وتفسر كما يريدون. أما حقيقة الأمر فهذا الإنسان التي ذكره مؤرخ يوناني مهم في القرن الأول بأنه النبي الصديق الورع ملك السلام ملك الكذا، لم يأتي ملك في بلاد كنعان مثله. فعندما يبارك ملك صادق إبراهيم يعني أن التلميذ يبارك من قبل معلمه، وأن المبارك هو أهم من المبارك حسب الروايات الدينية والتاريخية. ملك صادق هو كاهن، أي نبي الله العلي، كان يؤمن بالله الواحد، ولو لم يكن كذلك ما أطاعه إبراهيم، لأنه كان على دينه، كان يتفقان على إله واحد. هذا دليل على أهمية وعظمة هذا الإله، هذا النبي ملك صادق، ولكن التاريخ لم يوصفه. ليس هناك رواية مؤكدة حول هوية النبي الصديق عليه السلام، فالنبي الصديق كما يعرفه أهل البلدة بأنه لقب بالصديق لأنه صادق مع النبي يوشع عندما كان هاربا من امرأة تدعى بالصفراء وكانت تريد قتله. يوشع بن نون كان مارق وهربان من الصفراء بنت النبي شعيب، قاعد صديق عند المياه، نحن إلا عند عين الخال. مرأ الرجل قال له ستمر، بدأ تمر حرمة مع هجاج، اعمل معروف إذا سألتك عنه إلها إن اتجهت شمالا، لا تقل لها إن اتجهت شرقا، واتجه شرقا هربا منها، يعني مع هجاج ومع بمفرد. فعلا بعد فترة بسيطة مرأة حرمة مع هجاج، سألته إنه مرأ رجل شفاده كده كده، قال له إيه مرأ واتجه شمالا، لحقته شمالا وصلت على عيون صفد، هيكي لقت الرعاة سألته مرأ رجل شفاده كده كده، قالوا له ما مرأ. اعتبرت إنه صديق ضل الله صديق، لما رجعت الخيل فزع، طلع بالعريض اللي بنسميه نحن عريض النبي، وصل لهون أدركت الخيل قتلوه، وجوا أهل البلد دفنوا بحسن. هم محققون، ليسوا بعلماء عاديين وليسوا من الناس العاديين. لو لم يصل إلى مسامعهم أن هناك كرامات معينة، أو أنهم أحدهم قد رأى كرامة معينة أو شيء معين استدعتهم أن يطمعوا بشفاعة التقرب من ذلك المكان. يعني علماؤنا الكبار كالمحقق الثاني الذي لا شك في علمه وشأنيته، أو السيد علي الصائغ، يعني الشهيد الثاني رحمة الله عليه، يوصي أن يكون أستاذاً لابنه صاحب المعالم، يعني صاحب شأن عظيم السيد علي الصائغ، يعني ليس بعالم عادي أو رجل عادي، أن يوصي هو كذلك بأن يحمل من جبع إلى ذلك المكان، ليس شيئاً نمر عليه عبوراً. يعني هناك كان رمز معين يعرفه علماؤنا، وكانوا قد رأوا شيئاً طبعاً مميزاً شدهم ووضع في نفوسهم الطمع أن يدفنوا هناك تقرباً إلى الله بقدسية هذا المكان الذي رأوا عليه ما رأوا أو نقل إليهم أو رأوه. يعني لما بيكون المحقق قد طلب أن يدفن هناك، طبعا المحقق بعد مشاهدة بعد علم بعد يقين بعد تحقيق
طلب أن يدفن هناك. الشاهد عندنا أصبح أن ثلة من علمائنا الكبار أوصوا بأن يدفنوا في تلك التل. طبعا أنا ابن تلك البلاد وترعرعت وكبرت هناك، ونحن يعود نسبنا كذلك إلى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى على شيخ زين الدين. كنا نعلم أن الذي دفن قرب الشيخ المحقق هو جدنا، كان مفتي بلاد بشارة الشيخ إبراهيم الحاريسي العاملي حفير الشهيد الثاني الشيخ زين الدين، وهو الذي طلب كذلك أن يدفن في ذلك المدفن. القبر الموجود الآن العالي هو قبر الشيخ إبراهيم، قبر الشيخ إبراهيم الحاريسي حفيد الشهيد الثاني الشيخ زين الدين، وهو الذي أتى بنا كعائلة من جباع إلى تلك البلدتين المجاورتين لذلك المقام. فأصبح عندنا المختصر ثلة من العلماء الكبار الذين أوصوا بأن يدفنوا في هذه التلة لكرامات، طبعا سماعا عن أمي وعن أبي وعن جدي، نقلا عن الشيخ إبراهيم وغير الشيخ إبراهيم العلماء الكبار يعني. يقع مقام النبي الصديق عليه السلام في المنطقة ما بين خربة سلم وتبنين، ويأتي الزوار إليه من كافة المناطق بهدف التبرك والزيارة والصلاة، كذلك يأتي كل من يسمع به وعن كراماته. فللنبي الصديق كرامات عديدة حصلت مع أهالي البلدة وكذلك مع زوار من خارج البلدة. الصديق له معاجز كتير عند الناس وبينت، من جملتهم أنا طالب منه شغلات كتير وتستجيب، ومن جملتهم في ناس محرومين أولاد ما بيقشعوا إجوا نيمون هون ليل نهار يبكوا وفتحوا بإذن الله. هيدا شخص من جوني إجا يفلح هون، إنا كان معه جرافة بيشتغل هون، ما عنده أولاد. قلت له أبو شو أنت؟ قال لي أنا ما عندي أولاد. قلت له ده صارك مجوز؟ قال لي صار 15 سنة مجوز. قلت له بتأمن؟ قال لي بأمن. قلت له مشروع معي على المقام، وقفته برا هون بشرف يكتب اسمه جون. قلت له قل له يا المقام يا النبي صديق إلك بذمتي، نزل الله علي نزل إلك بذمتي كذا كذا مصاري إذا إجا أولاد. غاب 4 أشهر عني إلا جاية، بيقول لي سوف النذر هيدي مصاري برجع اليوم. هيدي صارت على زماني أنا، وأنا قلت له لزال. كل شعوب العالم كانت تحتمي بجبالها عندما يقع عليها نائبات، ولكن جبال هذه البلاد كانت تحتمي بأهلها عند وقوع النائبات. وقلما تجد صخرة في هذه الأرض المباركة إلا وقد التصقت بأختها بالدني شهيد أو عرقي عالم أو جهادي مجاهد. طبعا وجود المقدسين في هذه التلال يعطي دفع إيماني وقدسية للمنطقة، رغم النوائب التي مرت ومحاولة الانحراف والتضليل المقصود الذي جبهته هذه المنطقة منذ الاحتلال الفرنسي وما قبل الاحتلال الفرنسي، صعودا إلى وقت التضليل المر الذي نعيشه وضغط الشبهات المر الذي نعيشه في هذه الأيام. ولكن هناك وحكا رحمة إلهية، منذ أن جاء أبو ذر رضوان الله تعالى عليه لم يأتي عبثا ولم يؤخذ منا إلا بالقهر، بعد عدة مراسلات بين المدينة والشام وحبيب المسلم الفهر الذي كان يحكم هذه البلاد حتى انتزع انتزاعا من هذه الأرض بعد أن أدى غرضه وبذر بذرته. ما يميز هذا المقام عن غيره من المقامات في منطقة جبل عامل طول مدخله الذي تحيط به الأشجار، ما يريح النفوس
ويطمئن القلوب، كذلك وفود الزوار والمصلين باستمرار في أوقات الصلاة وغيرها. المقام هو عبارة عن غرفة كبيرة واسعة تتسع للزوار والمصلين وتحوي الضريح الشريف، تعلوها قبة كبيرة في وسطها، بالإضافة إلى وجود مئذنة عالية يرفع الأذان فيها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا لي عشق خاص بهذا المقام، وإذا كان عندي صعوبة معينة وحاجة معينة أقصد تلك التلة لأفضي حاجتي هناك، واقعا عندي شوق خاص، وعندي طبعا يعني لعدة أسباب، منها السياق التاريخي اللي ذكرنا جدنا المدفون هناك كذلك، وللبركات والأخبار التي نقلت لي عن والدي وعن أجدادي عن كرامات ذلك المكان، فأتقرب إلى الله بذلك الجبل المقدس، بذلك المكان المقدس. نحن طبعا عاينا ذلك المقام قبل أن يهدم أول مرة، هدم عند قصف إسرائيلي عندما كان الأخوة الفلسطينيون يتخذون منه مركزا في ذلك الزمن، وعند الاجتياح كذلك كان أول هدف ضربه اليهود كذلك للقضاء على ذلك المكان. كان عبينا عن غرفة طينية لها قبة خضراء صغيرة ومع بئر ماء، كان الناس يقصدون ذلك المكان للتبرك. وبعد التحرير الميمون وتواجد الناس أعطي هذا الشكل في هذه الأيام، وإن شاء الله مع بعض الأخوة من تبنين كنا نتكلم عن إعادة إحياء ذلك المكان، حتى بناء حوزات علمية معينة وإعادة التراث المقدس إلى ذلك المكان. يعني كما نذكر عن أجدادنا أن يوم الغدير كان يكتسى الجبل بحلة باهرة جدا من الزوار المتوافدون عليه من جميع الأرجاء والأنحاء. فنتمنى أن يعيد الناس تقدير هذا الإنسان العظيم ويعطى حقه من القداسة والنبوة، ويعرف أن النبي الصديق هو فعلا النبي الصديق وليس كأي نبي آخر. النبي الصديق شخصية عظيمة دخلت التاريخ من دون سابق إنذار وخرجت منها ولم تترك لها أثراً أو حتى غبار، لذلك ضاع الناس واحتاروا فيها كأرث تاريخي، كأثر تاريخي، كأرث أثر مقدس في ضمير الناس موجود. يعني عندما تسأل من بلاد من منطقة الشهابية صعوداً إنه هذا جبل النبي الصديق، مجرد ذكر ذلك المكان له هالته في القلوب، يتأثر الإنسان مباشرة للإرث التاريخي، الإرث المقدس الموجود في قلوب الناس عن هذا. يا موج الأثير خذ اشتياقي إلى تبنين وابلغها الجواب، وإني إذ ظفرت برغد عيش فقلبي غير ربعك ما استطاب، أليست خيمة التينات عندي تعادل كل ناطحة سحابا، وفي الصديق حيث البطن زاهم يعانق في أعاليه القبابة، وعين الحور هل أرجع إليها وأغسل في مجاريها الثيابة. لقد أرسل الله جل وعلا النبيين والرسل لهداية البشرية، فنذروا حياتهم في تأدية رسالتهم السماوية، فجاهدوا في حياتهم حق الجهاد، وكانوا في مماتهم رموزا للطهارة والبركة والرحمة.